طبعا بكرر للمرة الرابعة وللمرة الخامسة، وهنفضل نكرر على طول ان احنا محتاجين نساعد الناس. اعزائي المشاهدين، انا يمكن انا بنقرأ الحاجات ديت كحاجات فيها طرائف، حاجات فيها مواعظ، حاجات فيها تسلية بأبيات شعر، لكن الهم الاول والاساسي عندنا في الحلقة ان احنا نتكلم ونساعد الناس وننتقد الغلط. انت لما تشوف ناس عندها مال كبير جدا، مال كثير جدا، وبتنفقه فيما ينفع وما لا ينفع، وعندنا وعندهم وامامهم هذه الابواب من الخير وهم بيتركوها عشان خاطر يعملوا اشياء مش مظبوطه، او ان هم يكسبوا بالحرام، او ان هم يمصوا دم الناس، انا هذا الكلام ده دي ايامه. ولازم احنا نقول ايه ده، ايه الفساد ده، ايه البلاوي دي، ايه الناس الغريبه دي، ايه الناس اللي ربنا ينتقم منها دي، او ربنا يهديها يا رب. لان انت لما تجد الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه، ولقد كرمنا بني ادم، ده لما تلاقيه هو بيهان ويذل ويمرض ويعني يتعب في حياته بسبب هذا الغلاء وهذا الفساد وهذا البلاء اللي احنا بنعيشه وكثر في هذا الزمان. صحيح في ناس تانية بتعيش بلاء اكثر من كده، احنا الحمد لله ربنا كرمنا بنعم كتير. وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت ان احنا حتى الراجل لما جه يكتب يعني يشتكي همومه، فقال لك هكتب الهموم في ورقة والنعم في ورقة، قعد يكتب ويرص كده الهموم لما شبع كتابة، واول نعمة كتبها قطع الورقة التانية، لان استعظم هذه النعمة واستعظم فضل ربنا سبحانه وتعالى، وحس انه كم ان فضل ربنا عظيم وان ربنا سبحانه وتعالى كريم. شعور جيد بالنسبة للمبتلى ان هو يعيش كده وننصحه يعمل كده، كلنا نعمل كده، لكن برضه لازم نخاطب اللي عنده المال، اللي عنده القدرة ان هو يساعد. ده لازم تتحرك حضرتك. نفسي اشوف يعني قبل ما اموت اشوف على الجروب المعمول او الصفحة المعمولة حد بيشارك، حد بيقول انا عندي ده خدوه، او انا هساعد الموضوع الفلاني لله، والله العظيم هذا فضل كبير جدا. او ان حتى يعني نلاقي اي تفاعل ولو بسيط، حتى اسأله يعني قوله ايه الموضوع الفلاني، يعني انا اقدر اعمل فيه كذا يعني.